اللي اساسي في الفريق الوطني واللي كان مطلوب من هيرفي رونار واللي باقي مطلوب من هيرفي رونار هو اننا نبنيو فريق وطني قوي. ملي تنقول نبنيو ما ناخذوش بد يعني نعطيو لكل كلمه حقها، يعني الفريق الوطني احنا دائما كان عندنا لاعبين من الطراز الكبير. ملي كتشوف المغرب عبر السنوات اللاعبين والمستوى فين تيمارسوا، يعني ما يمكنش ان اللاعبين اللي عندنا بلو بوتونسييل تكنيك اللي عندهم اننا ما نمشيوش لمستويات بعيده افريقيا. اذا ما كان ينقص هو خلق هذا الفريق كيف قلت، اللي قادر انه يكون كومبيتيتيف، قادر انه ينافس قاريا وعالميا بطبيعة الحال بالنسبة لإقصائية كأس العالم، ثم بقيادة الفريق الوطني المحلي. لأن دائما درنا هذه العلاقة نتاع الربط بين الفريق الوطني المحلي، القيادة نتاعو الفريق الوطني الأول في منافسات الشان. وهذه المسؤولية بطبيعة الحال فيها مراحل ومحطات تنوقفوا عندها باش نشوفوا فين وصلنا واش وصلنا، رحنا غاديين في الاتجاه الصحيح أو لا. أظن بعد إجراء الكان وبإجماع يعني كل المتتبعين الفاعلين نتاع كرة القدم الوطنية أنه العمل اللي دار بطبيعة الحال كان الطموح نتاعنا أكثر جميعا كمغاربة، خاصة بعد المباريات اللي قدمنا حدا الكوت ديفوار تماما كان الطموح نتاعنا أكبر، ولكن كل شيء خرجنا مقتنعين بأنه الفريق الوطني كيف قلت في السؤال الأول أنه في الطريق الصحيح باش نوصلوا لهذا المستوى نتاع التنافسيه قاريا وعلى مستوى تصفيات كاس العالم. فالسيرونار راه كيشتغل وفق ما تم تخطيطه منذ البدايه وفق نفس المنهجيه، والمحطه المقبله غادي تكون هي محطه مارس.